بمعالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في محافظة إسماعيلية. برحب بالسادة الوزراء. الزيارة بتأتي في اتجاه رفع المعاناة عن أهل المواطن الإسماعيلاوي بالدرجة الأولى. كان لنا مشاكل في اتجاهات معينة اتناقشنا فيها، بإذن الله تجد طريقة للحل بالزيارة المباركة النهاردة لمعالي رئيس الوزراء والسادة الوزراء، بالإضافة للزيارة الجاية إن شاء الله بعد ما ننتهي من البرزنتيشن الخاص بقرية الأمل في الأنطرشات. هنتجه للأنطرشات عشان قرية الأمل عايزين نرجع لها الأمل من جديد. احنا بدأنا بخطوات قبل كده في تأهيل قرية الأمل، سواء كان الأرض الزراعية 3500 فدان أو الوحدات السكنية اللي موجودة هناك أو الترعة اللي تروي هذه الأرض. إن شاء الله بعد ما نتحرك من هنا هنشوفها على الواقع في الأنطرشة على بعد 10 كيلو من المعدية نمرة 6. بعد كده معالي رئيس الوزراء يشرفنا عشان نرجع الغرب، هنشوف عمارات شيل، أربع عمارات بيعاد تأهيلهم بأوامر معالي رئيس الوزراء قبل كده، وهنتجه بعد كده لمدينة المستقبل بالمشاكل اللي موجودة هناك هنشوفها على أرض الواقع واستكمال الوحدات السكنية اللي هناك. ناقشنا موضوع عمارات الكوكولا عشان الأهالي اللي قاعدين هناك يطمنوا إن احنا إن هم مش بعيد عن تفكيرنا أو بعيد عن الموضوعية، وإن شاء الله هنبدأ قريب جدا في بناء أول برجين بتصديق معالي رئيس الوزراء بالتنسيق مع السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط. بمشيئة الله أيضا لو توافر الوقت إن شاء الله معالي رئيس الوزراء عايز يشوف المدرسة الصناعية، عايز يشوف مركز تدريب الزراعيين بإذن الله لو الوقت توافر، والنفق إن شاء الله، بالإضافة للمرور على نفق التلاتيني الحلم الإسماعيلوية، والتأكيد بإن إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية ينتهي. وأنا كنت مدي توقيت على احتفالات أكتوبر، يا رب نقدر ننهيه ونقدر نفتحه ويشرفنا معالي والسادة الوزراء المرافقين لسيادته عشان نشوف حاجة جديدة في البلد بإذن الله خلال الفترة الحالية. اهلا معالي رئيس الوزراء واهلا بالساده الوزراء واهلا بيكم جميعا في المحافظه. لو في اي استفسار سيد معالي رئيس الوزراء هيتكلم، وبعد كده لو في اي استفسار هنسمعه في حدود، وبعدين هنغادر عشان نروح الشرق عشان تورجونا واحنا متحركين. متشكرين جدا يا فندم، اتفضل يا فندم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الواحد سعيد انه يبقى في الإسماعيلية، مكان غالي على قلب كل مصري، على بعد مسافة بسيطة لما بنعدي بنلاقي أضخم مشروع في العالم بينفذ النهاردة في حفر المجاري المائية، وبالتالي المستقبل بإذن الله زاهر لهذه المنطقة. أهل الإسماعيلية وأهل القناة بإذن الله، بإذن الله مش هيكون في كلمة بطالة في هذه المنطقة، لأن هذه المشروعات التنموية مشروعات كلها خير وكلها أمل. إحنا النهاردة في الإسماعيلية في إطار متابعة وحل مشاكل لمشروعات كبيرة برضو بتدي أمل، زي قرية الأمل اللي توقفت سنين طويلة، كوكاكولا، مباني كوكاكولا وشيل، كل دي كانت مشاكل. مشروع كبير زي النفق اللي بيتم تنفيذه قارب على الانتهاء التلاتيني، كل دي مشروعات على هذه الوزارة أن تتحقق وأن تتأكد أنها ماشية طبقا للخطة. وإذا كان في أي مشكلة زي دايما ما بقول ما عندناش رفاهية الوقت في خطابات متبادلة، أن احنا بنيجي مع زملائي ونحلها على أرض الواقع، مش في الإسماعيلية بس، إن شاء الله في كل مكان في محافظات الجمهورية بإذن الله هنروح وبنتحرك. وهي دي خطة وزارتنا إن احنا نشتغل، لأن فعلا ما عندناش رفاهية الوقت والمشاكل كتيرة، ولكن حل المشاكل
لان لما بنبص مثلا بنلاقي دي المشروعات دي بقى لها سنين كانت متوقفه، سنين متوقفه. بنشوف برضو ايضا مشروعات المياه والصرف الصحي خاصه في الأمطار شرق، هذه في اطار المتابعه. هذه الزياره ان شاء الله يعني تكون في الاخر في نتائج نقدر نوصل لها، ويكون ايضا في متابعه لانهاء هذه المشروعات. وانا بشكركم على الحضور، وان شاء الله يعني الزملاء اللي هيكونوا معانا هيتابعوا وهيشوفوا، وبرضو بتبقى بشرة خير لاهالي الاسماعيليه انهم يعني يلاقوا بلدهم دايما في تقدم ورقي باذن الله. شكرا. ده التعليم اللي احنا عايزينه، ده التعليم اللي مؤهل الطالب لسوق العمل، طالب لسوق العمل هو ده بيتخرج بيلاقي شغل. وخاصة ان تجميع البنات والكلام ده بيفضلوا اكتر البنات لانهم الدقة في دقة. حضرتك برضو صيانة الكمبيوتر، ان البنت برضو ازاي تشتغل الكمبيوتر ازاي تعمل له صيانة. احنا عندنا 1000 صوبة كمرحلة أولى، وعندنا 1000 صوبة مرحلة تانية. في نوعين من الصوب، نوع أرش وبيبقى 2 يونتس ومعاهم نظام في الوسط هو اللي بيخدم على الناحيتين، لأن الصوب دي هتتعمل سويلس من غير تربة يعني، وهتطلع إنتاج بتاعها بيبقى عالي جدا، التكنولوجي بتاعها عالي. لا دول خلصهم خلاص يعني، احنا على التركيب يعني دلوقتي بيسووا لهم الأرض وهو هيبعتهم الأسبوع الجاي. وحقيقتك عندنا نوع تاني من الصوب، كل صوبه نص فدان، دي هيبقى كلها بالنت وهتتزرع لمدد اطول والعائد بتاعها هيبقى عالي جدا. انا يعني المفروض يبقى في مدير مشروع هنا اهو، مدير مشروع موجود مسؤول عن الميه عن الري وعن الزراعه، يشوف كل حاجه. مين 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 هو انت مدير مشروع يعني؟ لا انا رئيس قطاع اصلاح. انا عايز اسيب هنا الراجل مدير مشروع، هنحط واحد من المراقبه هو يجيب المشروع، مدير المشروع هو يبقى شغلته كده، وعايز برامج زمنيه وباقي من الزمن عشان يبقى الموضوع يتطبق مع بعض. طب لان طب يعني لو سالنا هنا مثلا هنخلص امتى؟ ما عندناش شرط، لان في شغل الري بيعملوه، شيء شغل الزراعه هيخلص خلال شهرين حضرتك من واحد. انا عايز برنامج زمني، عايز برنامج زمني اخر. لا احنا عايزين امتى نبتدي فعلا؟ لا لا احنا لا عايز هنطلب من السيد وزير الري ان احنا نمشي اسرع من كده. ايوه يا فندم. اموال مهدره بقى لها فترات. ست محسنة توفيق في زماننا، ولا انت محسنة توفيق؟ من سينا ومن قلب سينا رسالة بناء قرية الأمل، وهي الأمل فعلا إن شاء الله. قرية كانت تركت وأهملت بترجع تاني بتدب فيها الحياة، هنبتدي نعمل خطة للإصلاح وخطة لإعادة تأهيلها. هذا هو الفرق بين من يبني ومن يخرب. نعم، عودة الروح إن صح القول لقرية الأمل التي أنشأت قبل حوالي ما يزيد عن 8 سنوات، 2002، من 12 سنة تقريبا. المتاح أو وضع كلمة أمل في عبارة مفيدة للقرية دي لأبناء بلا شك. النهاردة هذه القرية فيها بنية أساسية كلفت في وقتها أكثر من 84 مليون، إذن لما نيجي النهاردة بأسعارها يمكن تضرب في 3. هيتعمل برنامج زمني، هيتحط مدير مشروع، كل المتخصصين في سواء في الموارد المائية أو في الإسكان أو في الزراعة هيشتغلوا سوا، وإن شاء الله هيكون في برنامج زمني يعلن ويكون في متابعة بإذن الله. سؤال أخير رئيس الوزراء، رسالة الحكومة للإرهاب حتى وإن تكررت ولكنها مفيدة للمواطن أم تكرر؟ احنا متوكلين على الله اولا، عارفين طريقنا كويس جدا، واي عائق مش هيقف في سكتنا. احنا ماشيين مسلحين بالايمان وبدعم الشعب المصري اللي هو النهارده بيدفع فعلا من دم ولاده مواجهه لهذا الارهاب اللي مش بيمس مصر، اللي بيمس المنطقه وبيمس العالم كله يعني. وكل الشهداء. سياده الوزير في حاجه ضروريه جدا لتفعيل الاجراءات الامنيه، لان الاجراءات الامنيه اللي بتتخذ اعلى اجراءات امنيه ممكن تتخذ وبدراسه، ولكن لما يكون هناك ارهاب زي ما بقول احنا بندفع ثمن. مفيش حد يقدر يقول انا بعيد عن الارهاب مهما بتعملي. واحد بيحط لك قنبله في شجره في مفاجاه في يعني الحقيقه يعني لازم احنا نبقى متاكدين واثقين في الله سبحانه وتعالى، واثقين ايضا في ان اجهزه الدوله بتؤدي عملها
بال يعني بكل دقه وبكل اصرار على مجهدها. اسف للاطاله معالي رئيس الوزراء، ولكن اخر سؤال من شقين. الاجهزه الامنيه كما انها عمليات مفاجئه، لكن اعتقد من اليوم للاخر تزيد من عمليه بلا التقريب. شك بلا شك. الشق الاخر، اهالي الشهداء، على سبيل المثال المقدم الذي استشهد اليوم، رساله من الحكومه لاهالي الشهداء ان لم يكن الوطن لك. بص، كل واحد دمه أريق على ارض مصر ده في قلب مصر، وعمر مصر ما هتتخلى اولادها، لان يعني ده حقهم علينا، اولادهم واسرهم وكل واحد. النهارده مصر النهارده يعني بتكتب تاريخ جديد بدم اولادها.